شلون؟ السلام عليكم اخوتي، معكم بخاري. خانة بالكم معكم صفحة بخاري تي زد. عند اخوتي موضوع تاعنا هو طلبة اللي يطلبوا في نهار العيد الكبير ويطلبوا اللحم. اخوتي نهار العيد ذبيحة، كي تذبحوا خروف شرابي يجوا هادو كي يطلبوا هادو تطبيبين، ماذا بكم ما تعطيهمش اللحم؟ خويا بس سقسي نتا ومرتك ولادك جابين سيكان معمرينهم غير لحم، تقول الله عز وجل معمرينهم كثر من اللي يشري خروف السيل طلبتو عليه. انا واحد مسكين، ما عايش يوت في داره يجيبو لحم، يوت في داره واحد مخصوص يوت في داره يجيبو لحم. طبعا عليهم خاصنا لحم، لا بون خوتي سبحونا هذا عام 2022 خروف راه غالي بزاف بزاف، ولا شينا بزاف غالي وما بغاش ما غاديش نمدو لحم، ما بغاش نعطوكم لحم نتوما. صاي ما بغاش نعطوكم لحم راه غالي بزاف، كي نعطوكم شريبه بعرقين جيتو نعطيك لحم. وحم دابا صدق واحد يعطي واحد من اقارب تاوعه، اقارب يا جوج تعطي اقارب تاوعه، مشي تعطي هادو يطلبوا عند بيبان ولا حم كثر منك ولا حم شي ياكله ولا لا يجي يبيعوا لصحاب اللي بوشي وكاع. سي بون وفاقوكم صحاب الطلبه، صاي حبسوا ديك الطلبه تاعكم، صاي فاقوكم ماذا بكم حبسوني هذا اقدر نش بنت عمي كتطبات كي ديرها بابو بتهرس وتاكل خاصني حم خويا غادي روح صاحبي روح عندي ما ندير لك خويا. ايوا صح عيدكم ان شاء الله تعيدوا بصحه خوتي وربي يهنيكم. هذا موضوع درتها صحاب الطلبه يطلبوا الحم. ايوا اون فوي بيزو 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 متاع عليكم، معكم بخاري والخانه تاع باريكو. وبارطاجو هذا الفيديو ماكسيمو صاي سيمو خوتي. ايوا بيزو بيزو متاع عليكم.